وشكم بخير. عندي اسبوع حاجات انت هتعملها برضو تتجوز حسين؟ عليه العوض ومنه العوض. انا لله وانا اليه راجعون. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ ونويت تسافر النهارده يا حسين؟ لا بكره. دلوقتي هروح عشان ازور الشاويش عطيه وعشان اشوف اخويا اسماعيل قبل ما اسافر. سلام علي. سلام ورحمه الله. سلام عليك. سلام. والله كان جدع طيب وابن حلال. هيوحشنا يا ولي. حمود من العيا عاوز اروح للحكيم. معدتي مزيكا بتعمل بوم بوم بوم. ما تكبرش معايا، قلت لك مش خارج من البيت. ومعدتي اعمل لك حقنه شيل. يا منجي يا رب، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الحقنه دي. هتاخد الحقنه؟ مش هاخدها. هتاخدها؟ ده مش كلام، ده انت هتدخلي في اكلي وشربي وفي هدومي وفي معدتي كمان. لا ممكن اخدها، لا ممكن اخدها. نعم 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 نعم. من امتى الشخط والنطر يا سبنسة القطر؟ عطيه افهم لليمين در. حاضر. اسمع، اقلع هدومك وتغطى باللحاف وما تتحركش لحد ما اجيب لك الحر. حاضر. السرير مش مساء الخير يا فندم. سعيد مساءك. اهلا وسهلا. الشاويش عطيه موجود؟ ايوه موجود، بس عيان في السرير. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل. متشكر. عندك في الأوضة دي. لا بأس عليك يا حضرة الشاويش. مين؟ حسين. ازيك يا حسين؟ الله يخليك يا فندم. أنا والله أول ما وصلت المطار سألت على سيادتك، قالوا لي إن حضرتك عيان فجيت علشان أزورك. كتر خيرك يا حسين وتزورني بالليل. يا فندم ده واجب. حسين. أفندم. أنت نزلت لي من السماء حسين. تعال. خير يا فندم؟ أنا هقول لك على مسألة مهمة، بس تحلف لي إني محدش يعرفها أبداً. تحت أمرك يا فندم. ده قالوا لي يا مراتي محكمة رأيها إني أنا ما أطلعش من هنا النهاردة، وأنا لازم أطلع عشان أروح أشوف مراتي التانية. هو حضرتك متجوز اتنين؟ أيوة، بس شنيش نحو أنت؟ المهم ان نخرج النهارده. يا فندم تخرج ازاي وانت عيان؟ ماشي دي انا مش عيان، ده انا صحتي زي الفرس، بس مراتي هي اللي مدخله العيا في جسمي بالعافيه كده. طب يا فندم وعاوزني اعمل لك ايه؟ تنام بدالي ساعتين هنا لحد ما ارجع لك. ساعتين بس يا حسين. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطر الشاويش عطيه يا حسين. ايوه يا فندم، ولما تخش الست بتاعتك وتلاقيني نايم مطرحك. مالكش دعوه، بس اللي عليك تنام وتغطي راسك بالبطانيه، وكل ما تحس بيها جايه شخر بعزم وقوه. طب ولما تنكشف الحكايه؟ ما تنكشفش ولا حاجه، دي محبه ما عليها تشوفني نايم عشان تخرج هي. امر لله. ماشي يا حسين، كتر خيرك يا حسين. نوم العراس يا حبيبي، نام. لا يا حسين. أشخر يا فندم؟ شخر واعمل عرس يا مين. طيب اترفع يا في حد عندك يا عطية؟ هو العسكري اللي جالك ماشي؟ عطية عتعت عطعيته. انت نمت اهون كده؟ يما انت مركب على مناخيرك كلاكس؟ يا راجل اتقابل بقى، خليني اديك الحقنة. تعال هنا بقى. يا ست انا لا حرام ولا حاجه، بصيلي كويس. الله، انت مش العسكري اللي جاي يسال على جوزي؟ ايوه. الله، وايه اللي نايمك هنا؟ جوزك. وجوزي راح فين؟ لمراته التانية. مراته الايه؟ التانية. لا هو متجوز عليا وانا مش عارفه. ايوه. واقعه صاده ومطيله على دماغه. طب تسمحي لي بقى انا اروح؟ روح بقى لحسن اطيلها على دماغك ودماغ شويشك. حاضر حاضر.
ليلتك محببة يا عطية. إن شاء الله يا فندم. امشي اخرج. يا ناري لو تطب في ايدي يا حسين كنت اخلي عينيك الاتنين يورموا. اسمع يا مندي. افندم يا بشويش، ما شفتش المخسوف على عينه حسين؟ حسين قام بالاجازه يا فندم، اصله هيتجوز بنت من بنات اليكس. بنات اليكس؟ يعني بنت واحد خواجه؟ اليكس يعني الكسندريا. خد 7 ايام علشان يتجوز، اسبوع عسل. انا هخليه له اسبوع بصل، هخليه اسبوع منيل على دماغه ودماغ اللي خلفوه. الله، انا ما عملت اللازم عشان اجيب الاجازه بتاعته دي، ما كنتش انا. مالك يا شويش؟ حد ضربك ولا وقعت؟ لا ما وقعتش. الله يجازي اللي منه السبب. مهما تطب في ايدي يا حسين، البنت اليكس هات، ابعدوهم. الو حسين. اهلا يا اسماعيل، ازاي حالك؟ عال قوي، الضرب نازل يرخ عليا والاشياء معدة. الله، انت بتحط هدومك في الشنطة ليه؟ هتحذر؟ لا هسافر. انت لحقت؟ انت لسه جاي من السفر امبارح؟ انا مسافر اتجوز، ضروري تسافر معايا علشان تحضر الفرح يا اسماعيل. لكن انا عندي شغل في الاستوديو. على كل حال مبروك، وتروح وتيجي بالسلامة. متشكر، أنا هغيب أسبوع وأرجع مع العروسة. فيها حاجة لو تسلفني بدلتك بتاعت الطيران دي ألبسها يومين؟ أنت اتجننت؟ أوعى تعمل كده. اللي يلبس بدلة عسكرية وهو مش عسكري يتمسك ويتحبس. أشوف وشك بخير. مع السلامة، ابقى هات لي معاك ملبس الفرح. إن شاء الله. يا جمالي، يلا حبس حبس وزي ما تيجي تيجي. ايوه هات. ايه بكره الساعه 10 يا استاذ؟ طيب. خير يا استاذ رمزي. انا نازل البلد، ممكن اوصلك اي حته؟ لا متشكره، انا لسه عندي شغل. ساره، وبعد المكياج تخش تلبسي هدومك وبعدين تيجي. الله 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 الله، انت عارف نفسك كده ليه يا اسماعيل؟ لا انا مش معين، انا اخويا. عدم المؤاخذه اقصد اقول حسين اخوه. عن اذنك يا بابا. شيء غريب، انت ازاي النهارده بقيت عسكري وانت كنت امبارح كومبارس؟ انت حضرتك تقصدي اسماعيل اخويا؟ هو حضرتك تبقى حسين اخوه التوأم. سبحانك يا رب،
ده انت فوله واتقسمت نصين. العينين، المناخير، البق، وخصوصا البق. الا قولي لي وحياتك، انت ما تعرفيش واحده اسمها الانسه سهير محمود؟ انا سهير. يا قهلا يا قهلا يا اهلا وسهلا. انت تعرفي ان اخويا قال عليكي انك في منتهى الجمال، وبان عليكي كمان انك انت بنت حلال. هو قال عليا كده؟ واكتر من كده، اصله ولد شهم وطيب ولطيف وابن حلال، ويا بخت اللي تتجوزه. عارف انا لو كنت مطرحك اتجوزه على طول، ده لقطة. هو بعتك هنا علشان تقولي كده؟ ابدا ابدا، انا في الحقيقة لما سمعته هو بيمدح في محاسنك وفي جمالك حبيتك غيابيا. انا جايلك من وراء. متشكرة. انا ما احبش امدح في نفسي ابدا، انما لو جيت الحقيقه انا بطل فظيع جدا في الطيران. لو اقولك على الحاجات اللي عملتها اؤكد لك ان عقلك هيطير. احكي لي والنبي. لا بلاش، احسن دي حاجات تشيب. علشان خاطري اقولك يا ستي، مره ركبت الطياره بتاعتي النفاسه وطلعت لفوق في السماء. امال يعني في الارض؟ طبعا في السماء. وبعدين؟ وبعدين نزلت في الارض. طب وايه؟ وايه يعني ازاي؟ هو انا نزلت الا بعد ما رعشت لك النجوم والشمس والقمر وحاجات كده؟ ازاي؟ هو يعني ضروري لازم تفهم ازاي؟ علشان خاطري قولي. اصل دي اسرار والنبي، وانا حالف على العيش والملح ما اقولهاش لحد. اهون عليك تكسفني؟ لا ما تهونيش. خلاص احكي لي بقى. اقول لك يا ستي، ركبت الطياره وطلعت لفوق 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 لفوق. لحد ما وصلت فين؟ لسه ما وصلتش. لفوق لفوق لفوق. وهوب ايه؟ وقفت الطياره في الجو، المحركات سكتت. ايه الحكايه؟ ايه العباره؟ البنزين خلص. يا خبر. وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجه، لبست الباراشوت وسبت الطياره واقفه لوحدها في السماء، ورحت واخد صفيحه بنزين فاضيه ورحت ناطت من الطياره على شركه شل عدل. وبعدين مليت الصفيحه بنزين وقلبت الباراشوت وطلعت لفوق لفوق لفوق. وبعدين صحيت من النوم. تمام. انت ايش عرفك انه حلم؟ لانه كلام مش معقول. اصل الكلام المعقول ما اقدرش اقوله ابدا، اصل دي اسرار وانا راجل مش فتان. انت دمك خفيف قوي. من بعض ما عندكم، انما ان جيت للحق اخويا اسماعيل دمه اخف مني. يا شيخ بلا نكد، ده دمه صفى من الضرب اللي بياخده. مسكين، اكل عيشه عاوز كده. اعملي معروف، اكسبي فيه ثواب وخليكي لطيفه معاه. انا مالي وماله؟ في الحقيقه انت اللي عاجبني. البدله العسكريه ما يلبسهاش غير كل انسان شجاع بطل، لكن اخوك ده خيبه نيله. الله يحفظك. ده قال انه بيخاف من الطياره وعمره ما ركب طياره. يبقى بني ادم ده؟ بني ادم ارض، هو لازم يبقى بني ادم جوي. الصوره تواصيها ام زينب. ميرسي. تسمحي لي بصوره منهم والنبي؟ ايوه. الله، تسمحي لي بالصوره دي؟ اتفضل. طيب اكتبي لي عليها الى حبيب اسماعيل. انا مالي ومال اسماعيل. طيب اكتبي لي الى حبيبي حسين. حبيبي كده مرة واحدة؟ عشان خاطري. يا رب، خلقتني انا وحسين من بطن واحده في دقيقه واحده خلقه واحده. اقوم البنت اللي انا بحبها ما تحبنيش وتحب حسين، وحسين مسافر اسكندريه يتجوز واحده ولا يعرفش ان في واحده في الدنيا اسمها سهير بتحبه. يا ريتني كنت حسين. يا رب ابقى حسين. نهارك اسود. نهارك اسود مبارك يا فندم. مين حضرتك؟ لا يا شيخ، وكمان عامل نفسك مش عارفني. يا سافل يا دون يا قليل الاصل، نسيت اشواق يا حسين. انا مش حسين. مش ايه؟ حسين. ايه؟ امال حضرتك تطلع مين؟ ام محمد؟ يا فندم فهميني بس ايه الحكايه؟ حكايتك سودة، حكايتك مطينه. اصحابك قالوا لي انك هتتجوز واحده غيري من اسكندريه. تهدية الجواز يا حسين.
والله ألف، أدي أول كراماتك يا حسين، حضرتك تتجوز وأنا أتضرب بدالك. يا ماما، خازوق لا تكون جاية تديني هدية الصباحية. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا أخويا، اتفضل. احنا جايين بإشارة مستعجلة عشان عاوزينك في المطار. تقول إيه يا أخويا؟ أنا؟ ايوه انت، اجازتك اتلغت ولازم تيجي معانا حالا. اه حضرتك غلطان، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه. ما تحاولش الهرب، اذا كنت مش حسين ليه لابس البدله العسكريه؟ لابسها لانها بدله اخويا، وانا واخويا واحد. وان اونا. انت مش عارف اللي بيلبس بدله عسكريه وهو مش عسكري بيتحاكم وتجن. انت صدقت انا حسين اخويا بس كنت بهزر معاك. طب يلا بينا على المطار. اهي دي بقى ما اقدرش اعمل. خالف الاوامر؟ يا فندم انا ما بخالفش الاوامر ولا حاجه، الاوامر على عيني وراسي. اصل بقى عدم المؤاخذه النهارده انا واخد شربه. اذا ما كنتش هتنفذ الاوامر هقبض عليك بالقوه. يا سيدي حلمك شويه، الكلام اخد وعطى. الاوامر ما فيهاش اخد وعطى، نفذ الامر ولا لا؟ انتوا هتودوني في داهية.